السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا. احنا دلوقتي نزلنا من غير مودي عشان هنجيب له قطه. كل حاجه عنده عايز قطه، عايز قطه، فقلنا نجيب الكرتون دي نحط فيها القطه عشان طبعا هنسافر وكده، فما ينفعش ناخدها في قفص وتعمل لنا زعرينا وكده. فقلنا نحطها في الكرتون الحلوه دي، حد يقول فيها قطه ولا حد بيضحك علينا، فهنروح نجيب القطه ونصورها ونوريكم مودي يعني لما يشوفها هينبهر ان شاء الله. يلا استنونا في تكمله الدايت. دلوقتي يا جماعه عادينا جبنا القطه اهي، بس معلش عشان عايز تهرب وكده فمش قادر اطلعها، طلعها في البيت فوق ونشوف بقى رد فعل مودي والاكشنات بتاعته. يلا بقى استنونا. وصلنا عند البيت وبتعمل معايا خربة، اي بتحطني كمان. يلا يا جماعه احنا نخش دلوقتي عند مودي ونشوف رد فعل ايه. وصلنا البيت يا جماعه، ودي رد فعل مودي. تعالى يا بابا، تعالى تعالى شوف القطه. قط تعالى خد، بيقول هي عشان نلعب بيها. يلا دلوقتي ادي مودي وصل يا جماعه، ونشوف رد فعله لما القطه الحلوه بتاعته جت. معلش يا جماعه هي عايز تستحمى وكده، ان الراجل قال لنا استحموها وجبنا لها القطه الكبيره اهي بتلعب اهي. هي عايز تهرب طبعا، لسه ما اتعودتش علينا ولا اي حاجه. كل ده شعر بقى بيروح منه. ده رد فعل مودي بقى وهو بيلعب معاها. سابتني بقى ومشيت ودخلت تحت السرير. خلاص هي كده هتعيش تحت السرير، مش هتخرج تاني. هو خالد بتحاول تهرب. تعالى يا قلبي. وجبنا له القطه، شايفين الفرحه اللي في عينيه؟ حلو يا اسطى. لا بالراحه 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 يا بابا. يلا اعمل لها كده زي ما انا عودتك. يلا حلو؟ اقعد بص عينيها حلوه ازاي؟ بص عينيها يا جماعه لونهم عسلي ليموني. قربي شويه كده. عينيها بتنور. مش عينيها بتنور؟ مش باينه. عينيها لونها صفرا كده، لكن نفسي في قطه عينيها زرع وبقها احمر، يعني بقها مش احمر قوي. من بعد ما نحميها ان شاء الله كده ومود يلعب بيها على طول. يلا خد، ما تضربهاش، ما تضرب، اعمل لها كده عشان تحبك. يلا شيلها. حلوه؟ مودي حلوه؟ استني بقى، القط شقي قوي والله. يلا بابا. كده خلصنا، وبكده خلصنا الفيديو يا جماعه. يلا قول باي يا بوي. هي هربت. يلا قول باي، قول باي هنا، قول هنا. قول باي للتليفون عند ماما اهو. قول باي للكاميرا. باي. يلا قول لهم باي، قول لهم باي. باي. قول باي يلا.